إذن مشاهدينا الكرام، فتح البوابة من طرف المحامون وإدخال السيارات هنا بمحكمة الاستئناف. جواز التلقيح، والمحامون الآن كيقوموا يعني بالقوة بفتح البوابة. شي تصريح، شي واحد يعطينا شي تصريح. النقيب، النقيب واخا إذن الصراع يشتد عن آخره هنا أمام محكمة الاستئناف. فيفا 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 في
ماشي معقول يا مسؤول يا مسؤول هادشي 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 ماشي معقول المحاماة هي والعدالة فينا هي 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 نحن لا سيما داخل الحرم يا محكمة في غد في غد زحدة ممنوع أنا تخش الدفن إذن مشاهدينا الكرام في هذا الأثناء ولوج المحامون إلى داخل المحكمة وراق إذن مشاهدينا الكرام في هذا الأثناء هذا يعني كم هائل من المحامون قاموا بفتح أبوابة الاستناف وإدخال السيارات والدخول احترمنا يعني البديل هذه
نرجعوا باش نشدوا البوابه. رجع اللور شويه. عندك يا استاذ. شدوا البوابه. إذن مشاهدينا الكرام، كما كتبوا معنا في البث المباشر، صباح الخير. المحامون يدخلون السيارات، سيرشد من هيد البوابة والطوموبيل الداخلين. فين؟ لا ما ندخلش لا. حرمة ديال المحكمة من الصوف هذا من الرخيص. لا ليبرتي. لا ليبرتي. هذا محامي مهلل. لا تسد. كما شفتوا معنا السادة المشاهدين أخوة. إذن مشاهدينا الكرام، إلى هنا نأتي نهاية البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. المحامون يقتحمون محكمة الاستئناف بالقوة.